قصة ملهمة لفتاة شابة هي حديث المصريين خلال الأيام الماضية. نحن نتحدث عن ميرولا ماجد، أول كابتن طيار من صعيد مصر وتحديداً من محافظة أسيوط. ميرولا تدربت على 4 أنواع مختلفة من الطائرات وحصلت على 3 رخص طيران، وفي نفس الوقت تدرس بكلية الإعلام. من مصر مسك الختام مشاهدينا، كابتن ميرولا ضيفتنا في صباح العربية. إذا مشاهدينا من أسيوط، معنا الآن أول كابتن طيار حاصل على 3 رخص، ميرولا ماجد. أهلا بك كابتن ميرولا. صباح الخير. صباح النور. يعني الكل بيحكي في حكايتك يا ميرولا، يعني إحنا بنحكي عن بنت مصرية، ومش بس مصرية وصعيدية، اللي يعني كان في عندها حلم، وحتى لما والدك قال لك لا ما عندناش بنات نتغرب، ولكن فضلتي لغاية ما حققتي حلمك. احنا عادة متعودين الولاد هم اللي يكونوا مهتمين بالطيران وعندهم حلم يكونوا طيارين، ما تعودناش نشوف بنت يا ميرولا، يا كابتن ميرولا، طيار طيارة أو عندها الحلم ده. حكي لنا أكتر هيك عن البدايات، شو اللي خلاكي تهتمي بهذا المجال أصلاً؟ هو انا من قبل ما ادخل مطار وانا بشوف الطيارات في السماء، وانا حلمي قوي ان انا ادخل اشوفها من قريب. لما شفتها من قريب واكتشفت بفرق الضخامه وشفت المطار وشفت المجتمع ده، انا حبيته قوي وكنت عايزه ابقى حاجه فيه، بس ما كنتش مقرره ان انا عايزه ابقى الكابتن. بعد كده مامتي هي اللي بدات معايا ان احنا ندور اللي ممكن يبقى اقدر اعمله، لغايه ما عرفت ان انا ممكن ابقى الكابتن نفسه. وبعد كده اتكلمت مع بابايا وقال لي تمام ووافق، ورحنا بدأنا نسحب الأوراق ونبدأ في التقديمات والأوراق بتاعتنا. طب ما خفتي يعني موضوع الطيران، انت عمالك تتحكمي بهالآلة الضخمة، وبعدين خصوصا اذا بدأتي تشتغلي بخطوط طيران تجارية، انت كمان مسؤولة عن، رح تكوني عن حياة يعني مئات الناس معك على الطيارة، هذا الموضوع ما بخوفك؟ يعني كيف تعاملتي مع هاي المسؤولية؟ لا لا اطلاقا، هو اصلا في المطار مستحيل يخليك تحط رجلك في الطياره وانت مش مؤهله. اوكي. فانت كده حاطه رجلك، ومع الوقت بتاخدي ثقه وبتبداي تبقي الحاجات دي تعود. اوكي. وحتى حالات الطوارئ بنبقى متمرنين عليها. اوكي. طيب انت اخذتي 3 رخص مختلفه لثلاث انواع من الطيارات، اشرحي لنا اكثر شو هن هدول الانواع، كل رخصه قديش بتاخذ وقت، عدد الساعات، يعني كيف تدربتي للموضوع، رحلتك كلها. بصي، هما بينقسموا لثلاث رخص بيبقوا 190 ساعة. أول رخصة بتبقى الوانس فلايت، دي بتبقى البي بي ال برايفت بايلوت لايسنس. اوكي. بعد كده يعني رخصة لطيران خاص، أو يعني لطيار خاص. مظبوط. وهون بتكوني بتعملي فيها على طيران خاص، مش شركات طيران كبيرة، صح؟ مظبوط. لا، هما كلهم على طيارات تدريب، الأربع طيارات هما طيارات تدريب. اوكي. بعد كده بتعلقي الشرطة التانية لما بتخلصيها، بعد كده بتدخلي تاني رخصه تدرسيها نظري، واللي هي الاي ار والكوميرشال بايلوت، وتبداي تدرسيهم نظري. بعد كده اللي هي تكوني كابتن طيار لطائره تجاريه. لا لا، مش طائره تجاريه، كوميرشال. قلتي كوميرشال. الكوميرشال ايوه، هو بيمرنك انك تبقى طيار تجاري، بس مش بيطيرك على طياره كبيره تجاريه، لكن هما الاربعه طيارات تدريب. اوكي. بعد كده بتعلق الشرطه الثانيه، بتاخد الرخصتين التانيين وتخلصهم طيران، وبعد كده بتعلق اخر سبلايت. طيب، فحتى الان انت كنت يعني بتتدربي على طيران طيارات تدريب، او حتى هلا صار عن طريق برامج الكمبيوتر، يعني في سيميوليشن، يعني اللي هي كانه يعني بالعالم الافتراضي انت بتحلقي بالطائره وبتطيري فيها وبعدين بتهبطي فيها. هل قدتي طائرات حقيقية مثل 737 ولا 380؟ لا لا لا، لسه ده إن شاء الله في التعيين.
ولكن حصلتي على هدول الثلاث رخص. شو هي مشروعاتك المستقبلية أنت يعني من هون؟ شو الخطوة التالية؟ وين بدك توصلي يا ميرولا؟ إن شاء الله إن أنا بزود الفترة دي النولج بتاعتي ومذاكرتي، وبحاول يعني قدر الإمكان أحسن من مستوايا. ومستنية إن شاء الله إعلان إيجيبت إير أو أي شركة تكون كويسة، وأقدم في ورقي وإن شاء الله أتقبل. طيب هلا احنا يعني بزمن تغيرت فيه كثير الامور، ما بات كثير مستغرب انه يكون في كابتن طيار سيده في كثير من الدول العربيه على فكره، وحتى هون في الخليج ايضا في بنات اقبلوا على هذا الموضوع واشتغلوا فيه بشكل كبير. انت في مصر هل عانيتي من نظره المجتمع اللي شوي بترفض هذا الموضوع او مستهجنته مستغربته؟ كيف تعاملتي؟ لا، هو المجتمع لا يعني في وسط اهلي وكده، لا في ناس طبعا في نقد في اي حاجه في الدنيا، في نقد ليها السلبي وليها الايجابي، بس اللي هو نظام الناس خايفه من فكره ان بنت تبقى طيار، وخايفين يعني ان هو بنت، لا البنت شخص يبقى رقيق او كده ما يقدرش يستحمل الضغط او الكلام ده كله، مع اني في طيارين كبار قوي في ايجيبت اير هم قدوتي، يعني احسن كتير، يعني في ولاد احسن من بنات وولاد احسن من ولاد. يعني هو هي مشكله الثقه، ازمه واحد. الثقه في النساء اللي لازم نعالجها، يعني لانه طبعا يعني المراه ربت مع بنات وما حسيتش بفرق، يعني قادره على انجاز ما ينجزه الرجل بالفعل. طيب وان شاء الله هيك راح نشوفك كابتن طيار كبير في الخطوط الجويه المصريه او غيرها من الخطوط. شكرا جزيلا لك كابتن طيار ميرولا ماجد، حاصل على ثلاث رخص طيار، كانت معنا من اسيوط.